يستخدم أفضل حكام في العالم لقيادة المباريات الهامة في الدوري المصري والكأس مصر، ولكن داخل مصر الحكام المصريين أظهروا لي التفاهم، وكان يجب علي أن أظهر لهم كيف يكون التحكيم الدولي خلال المباريات الكبيرة، المباريات المهمة. يجب عليهم أن يتخلصوا من خوفهم ويتحلوا بالثقة، وبالفعل استطعت أن أحل هذه المشكلة. طيب، بتحليلك للحالات الجدلية واللي كانت أول مرة تحصل وسماع الجمهور لما يدور بين حكم الساحة وحكم الفيديو، تجربة من وجهة نظرنا طبعا أضافت المزيد من الشفافية والثقة ما بين الحكام أو ما بين رئيس الحكام مارك كلاتنبرج وما بين الأندية وضمان العدالة. هل ده كان جزء من فلسفة مارك كلاتنبرج في التوقيت ده؟ حينما وصلت كان يوجد بعض الأفكار من جانب بعض الحكام أيضا. ولكن كان هناك بعض التخوف من بعض الأندية والقرارات تجاه أندية بعينها. ولكن قلت لهم أن الحكم يجب أن يكون أكثر احترافية وألا يستمع للانتقادات وألا يستمع لشكاوى رؤساء الأندية والجمهور، ويجب عليه أن يتخذ القرار الصحيح حتى لو كان هذا في نظر المتابعين خطأ. ولكني استطعت أن أقوم بهذا القرار لأقف على الأخطاء وأحلل وأن يتحلل الأمر بالمصداقية أمام الجماهير، حتى لا يقول البعض أن بعض الأندية بالتحديد تستفيد من الأخطاء التحكيمية. ولكن كان يجب علي أن أحقق العدالة، أحقق الشفافية في الكرة المصرية. كان هذا أهم أمر يجب أن أحققه خلال فترتي في مصر لكي أصل بالحكام المصريين لأعلى مستويات. مارك، هسألك سؤال مباشر، كيف ترى مستوى التحكيم في مصر ومستوى الحكام المصريين؟ لا أستطيع أن أقول الآن لأني لا أشاهد المباريات بشكل كبير، لكن حينما كنت داخل المنظومة أستطيع أن أقول أنه يوجد الكثير من التطور خلال الستة أشهر التي كنت متواجدا فيها. لا أستطيع أن أحكم على المستوى بعدما غادرت، لأنه يوجد بعض الأشخاص تولوا الأمر. لدي بعض الخلافات القليلة، لكن بالطبع لدينا بعض القرارات التي اختلفنا فيها. البعض لم يتفق معي. طب هو معلش يا مستر كلاتنبرج، هو انت ليه مشيت تحديدا؟ عايزين نعرف مشي ولا تم ابعاده. مشيت ولا تم ابعادك؟ الاستاذ عصام شلتوت اللي بيسال. لا، الأمر كان بيد الاتحاد المصري. بعض الحقائق لا أريد أن أناقشها. لا، يوجد بعض الحقائق التي لا أريد أن أناقشها الآن على الهواء. أنا غادرت بمحض إرادتي. أردت أن أستقر في مصر، ولكن الأمر يتعلق بعائلتي أكثر، وجدوا الأمر أكثر صعوبة. كانت الأحوال أو الظروف حولي صعبة، لم أتأقلم كثيرا، وخصوصا مع أطقم مع لجنة التحكيم. كان البعض داخل لجنة التحكيم أراد أن يساعدني بشدة، والبعض الآخر كان يقف ضدي. يوجد بعض الأحوال الكثيرة المختلفة التي لا أستطيع أن أناقشها الآن، ولكن في النهاية أستطيع أن أقول أني كنت أقاتل في جهات مختلفة ولنفسي بالتحديد، لأجد الدعم الكافي لي ولعائلتي. ولكن هذا القرار لم أتخذه بشكل لحظي، وإنما فكرت فيه لمدة أسابيع. تواصلت مع مدربين، تواصلت مع أشخاص أعرفهم، استشرت الكثير. لم أجد الأمر سهلا أن أستقر في مصر.
حينما تكون معزولا، حينما تكون معزولا وعن عن الجميع حولك، فتجد الامر صعبا للتواصل وان يتفهمك الاخرون.